فهمنا شوية يا أستاذ رفعت إيه اللي حصل؟ أهلا بيك يا أستاذة أهلا دينا بحضرتك. وتحياتي لضيفتك العزيزة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أولا اللي حصل خطأ جسيم لم يحدث في تاريخ وزارة التربية والتعليم أو تاريخ شهادة الثانوية العامة، وهو ببساطة إن النتيجة أعلنت واعتمدت وذهبت إلى مكتب التنسيق، ولكن عندما تم نشر نماذج الإجابة بتاعة المواد المختلفة على موقع وزارة التربية والتعليم، اكتشف أن هناك خطأ جسيم في مادة الفيزياء في السؤال رقم 34، ظلم كل طلاب الفيزياء في قسم علم علوم. ظلمهم ازاي؟ سؤال 34 هذا بنظام الاختيار المتعدد، بيبقى الإجابة بتاعته ألف وب وجي. الإجابة الصحيحة ب، لكن عندما قام القائمون على وضع الإجابة النموذجية لهذا الامتحان، وضعوا الإجابة أو الدايرة ج أنها هي الإجابة الصحيحة، وبالتالي تم برمجة القارئ الضوئي أو الماسح الضوئي اللي بيصحح امتحان أو الأوراق بتاعت الطلاب إلكترونيا، زودوه بهذه المعلومة، وبالتالي أصبح اللي مجاوب على السؤال 34 ومسود على الإجابة جيم خد الدرجة، مع أن جيم دي خاطئة، واللي سود على به مع أنها هي الإجابة الصحيحة حرم الطالب من الدرجتين بتوعه. ومن هنا كان لابد من التدخل لتصحيح النتيجة، لكن يحسب لوزير التربية والتعليم للأمانة محمد عبد اللطيف، كان ممكن معلش بالتعبير الدارج يا أستاذة دينا يتم الطرمخة على الموضوع، صح. يتم عدم الإعلان عنه وهكذا، صح. ليه؟ لأن الإعلان عن هذا الخطأ الجسيم في إشارة إلى أن هناك أخطاء في وزارة التربية والتعليم، هناك هجوم سيحدث على الوزارة وعلى القائمين على امتحان الثانوية، هيبقى ربكة للمجتمع كله. طبعا طبعا لا، وظلم في النتيجة، يعني ظلم بين، يعني أصر على تصحيح الخطأ وإعطاء الطلاب حقهم مهما كانت النتائج المرتبة كرد فعل لما حدث. وبالتالي تم إعادة تصحيح مادة الفيزياء بالكامل، من الأول وجديد، وإعادة برمجة القارئ الضوئي أو الماسح الضوئي لكي يحتسب الإجابة به صحيحة، وأيضا لو الإجابة جيم اللي الطلبة خدوا درجة عليها هيسيبوها، مش هيخصموا هذه الدرجة من الطلاب لأنهم لا ذنب لهم فيما حدث، أكيد. وبالتالي معظم الطلبة كانوا مجاوبين صح على الإجابة صحيحة به وحرموا من الدرجتين، ومن هنا تقرر إضافة درجتين لكل طلاب الثانوية العامة علم علوم في الفيزياء إذا كانوا مجاوبين الإجابة الصحيحة. طب ده نتج عنه إيه؟ نتيجة جديدة خالص في الثانوية العامة، اتسحبت النتيجة من مكتب التنسيق وأرسلت لهم نتيجة مختلفة. طبعا. طب دلوقتي كان مكتب التنسيق بدأ والإعلان ده تم في منتصف نهار يوم الاثنين امبارح، هل ده هيضير الطلاب إطلاقا؟ ليه بقى؟ ما هو في مجاميع الكليات ممكن تبقى أكتر. لا هقول لحضرتك ليه بقول إطلاقا؟ إن الطالب دلوقتي هو بيخش على مكتب التنسيق بيفتح له صفحة يا أستاذ دينا، هو ما بيكتبش درجات المواد، صح، هو بيسجل بيانات والاسم ورقم الجلوس والمجموع والرغبات بتاعته. بالظبط. الرغبات بتاعته ما هتخش على مكتب التنسيق، هيبدأ يتحاسب على النتيجة الأخيرة الحديثة اللي عنده، في موجودة محفوظة في مكتب التنسيق، اللي هي زيادة درجتين عن الشهادة اللي معاه، صح، مش نقصان، فما فيش خالص. أي ضرر خالص. طب هو هيعرف منين النتيجة؟ يعني هيعرف منين إذا كان هو يمكن مش فاكر؟ لسه نتيجة التنسيق ما بانتش. ماشي، بس أنا هو هيعرف هو شخصيا مثلا أنا حليت السؤال في الثانوية. أنا هدي مثال بسيط. لا هروح أجي فني. أنا حليت السؤال. كلية الطب مثلا على سبيل المثال. أو
في كليه من او كليات الهندسه بالنسبه لشعبه الرياضيات. ايوه ايوه. وانا جايب مثلا 250 درجه. مظبوط. وكتبت رغبتي كليه الطب دي وهي خدت 252. صح. هي خدت 252، انا الشهاده اللي معايا تبين ان مجموع 250 لان ناقص درجتين بالنسبه للفيزياء. اما الكليه دي هتاخد 252 وانا كاتبها هخشها مع ان الشهاده القديمه معايا 250. أوكي. اوكي. يعني مفيش اي ضرر بيخص خالص المجموع خالص في التنسيق. لا. وخصوصا خالص ان لسه نتيجه التنسيق لسه ما حسمتش. يعني لم يتم حسمها. لو الطلبه بعد كده راحوا المدارس بتاعتهم وحبوا ياخدوا الشهاده الجديده بالمجموع الجديد هياخدوه بسهوله. هيقدروا عادي. بس هو معاه مجرد شهاده ورقيه. هو دلوقتي خلاص التنسيق اتامن الطالب بدرجاته الزياده الحقيقيه اللي هيشتغل على اساسها. تمام. لكن نتج سلبيا بقى بعد كده برضو ان اوائل الثانويه العامه اعيد ترتيبهم ثاني خالص. ايوه. انت عارف حضرتك الفارق ما بين الاول ومثلا والسابع والثامن يكاد يكون درجه واحده. صح. بس لازم يتعاد ترتيبهم برضو. لازم يتعاد ترتيبهم للاسف. ما كانوش في الاوائل، دخلوا في الاوائل. في الاوائل بالظبط. وطلاب كانوا في ترتيب معين نسيوا، وطلاب كانوا في ترتيب معين طلعوا. يعني هي يمكن دي حاجه بايخه شويه بصراحه. لكن في بعض الناس في بعض الطلاب يا استاذ رفعت بيقولوا ان هم ما حصل يعني لما راحوا المدارس ما حصلوش على نمرتين زياده. لا هو دلوقتي لسه هيروح للمدرسه الشهاده الجديده. اوكي. هو خد شهاده قديمه. اوكي. ايوه بالرقم الارقام القديمه بالدرجات القديمه. صح. هو لازم يروح بقى يطلب الشهاده الجديده، ما حدش هيبلغه، هو لازم يروح يطلبها. أوكي. ومع ذلك لا يقلق ولا يقلق اطلاقا، وما دام هو عارف ان جاوب في ماده الفيزياء السؤال رقم 34 الاجابه صحيحه يبقى عامل حسابه ان الدرجتين اضيفوا له. لو دخل على الموقع الالكتروني لوزاره التربيه والتعليم هيلاقي نفسه النتيجه بتاعته اتغيرت تماما باضافه الدرجتين. طبعا من دلوقتي على الموقع. على الموقع حتى لو لسه مش في المدرسه. ماشي. يبقى على الموقع هيعرف. اذا لن يكون هناك ضرر. هي رقبه للمشهد فقط. صحيح. وشجاعه من وزير التربيه والتعليم ان يتحمل ردود الافعال الغير يعني مش مقبوله من الكثيرين. صح. لفهمهم الخاطئ. طب ازاي بتعدل النتيجه بعد اعتمادها؟ طب ازاي الخطا خلاص؟ وخلي بالك حضرتك يا استاذ رفعت هو صحيح. كمان في منصب الوزير بقاله مده قليله فكان بالزبط. ممكن الـ يعني الخشيه او الارتباك يصيبه مثلا بان صح. هو يتراجع لكن لا هو ما تراجعش وقرر انه يبقى فيه عدل في النتيجه. وبالتالي تحسب ليه والله ده اكيد والله مليون في الميه. قال ويا ريت يا ريت اي مسؤول في مصر لما يكون هناك خطا عنده في اي وزاره ليكون لديه من الشجاعه ان يعلن عن هذا الخطا ويعلن عن الاصلاح بتاعه. ده مش هو اللي غلط، مش هو اللي عمل الغلط ده. بالظبط بالظبط. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ رفعت.